السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة. ضباب سيسود تقريبا جل السواحل خاصة السواحل الوسطى والغربية ليزول وينقشى فسحا لأجواء صحوة أقول مشمسة، بينما على المرتفعات والهضاب سحب ستنتشر خلال الأمسية لتتحول إلى رعدية إن شاء الله، احتمال لبعض الزخات من المطر على الهضاب والمرتفعات الداخلية. نفس الأجواء على أقصى الجنوب وخاصة مرتفعات الهوغار والتصليون، احتمال لبعض الزخات من المطر. زوابع رملية ستنشط على الحدود المالية الجزائرية، كذلك الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد إن شاء الله ننتظر 19 درجة على العاصمة، 20 درجة على المناطق الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات، تصل إلى 23 درجة على الجلفة كذلك الغواط حتى على البيض، 26 درجة على كل من بشار كذلك جانت، 27 درجة على إليزي، 31 درجة على الصحراء الوسطى، 32 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تبقى فصلية على الواجهة الساحلية وكذلك المرتفعات الداخلية، لترتفع الهضاب العليا الغربية لتقارب 40 درجة تحت الظل، 32 درجة على العاصمة، 41 درجة على كل من غردايا كذلك حسي مسعود ورقلة إليزي، 36 درجة على تمنرة، سترتفع لتقارب 46 درجة على كل من أدرار وإن صالح. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى أقول هادئ جميل، سباحة مسموحة على الواجهة الساحلية الشرقية، رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، بينما بحر مضطرب محليا على كل من السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح معتدلة ضمن التيارات الشرقية أحيانا شمالية شرقية تصل غير 40 كيلومتر في الساعة.